تتويجا للنجاح الذي حققه طلبة الثانوية العامة لهذا العام، وفي إطار تحفيز الطلبة للمضي قدما في المسيرة التعليمية، أقامت حركة فتح إقليم رفح مهرجانا حاشدا كرمت فيه طلبة الثانوية العامة على مستوى المحافظة. أننا في حركة فتح وشبيبتها الغراء سنبقى على العهد، عهد الشهداء، وسنكون بجانب أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات في خدمتهم دائما نحو إقامة دولتنا الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف. هذا يوم التفوق، يوم الانتصار للمسيرة التعليمية وللمسيرة الوطنية، ويوم الوفاء لحركة فتح لأبنائنا الطلاب وبناتنا الطلاب ولشبيبة الفتحوية في محافظة رفح. وشارك في المهرجان الوطني الذي أقيم في حرم جامعة القدس المفتوحة غرب رفح إلى جانب ذوي الطلبة ممثلون عن حركة فتح وفصائل العمل الوطني والمجتمع المحلي. كانت لمسة وفاء منا وبادرة محبة تجاه أهلنا وطلابنا في الثانوية العامة، وبإذن الله نعاهد طلابنا أن نبقى كتفا إلى كتف وجنبا إلى جنب معهم. هو بمثابة تكريم وتقدير للجهود التي بذلوها الطلاب في الثانوية العامة في سنة كاملة، وهو تكريم مهيب من حركة فتح، ونشكر حركة فتح على هذه الاستضافة الكريمة. المهرجان تخلله فقرات فنية من التراث الفلسطيني كرسالة لهذا الجيل بأن القضية الوطنية لابد أن تكون حاضرة في أذهان من سيواصل طريق البناء نحو الاستقلال والدولة. شكرا للرئيس خاصة على هذا الحفل المنظم ولحركة الشبيبة الفتحوية على هذا المهرجان الفخم، وشكرا لكل واحد ساهم في نجاح هذا المهرجان. محمد أبو حطب، تلفزيون فلسطين، رفح.